الأمر الآخر والأهم أن التكفيريين أو المتطرفين أو الإرهابيين هؤلاء مجرمين يصنفوا تحت هذه اللافتة فقط لا غير. لا علاقة له، ممكن يكون متدين جدا وبيصلي جدا وكذا، لكنه تدين سطحي مغلوط، تدين يعني 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 عارف حضرتك المتطرف بيحفر عميقا جدا لكن في نقطة صغيرة عشان جدا. عشان كده ما ندخلش في اللغط بتاعهم ما بين مؤمن وكافر، إنما هو بيعمل جريمة فهو مجرم فهو ولا يجوز بالضبط، ولا يجوز أن أنزل القواعد على حساب الإجراءات، لا، يعني لا، أنا لا أقيس قواعد الإسلام على تصرفات المسلم، ده تصرفات المسلم هي التي تخضع للقواعد، فبالتالي ده كلام ما ينفعش. أرجوكم، نعم في أخطاء في الأزهر، ونعم في مشاكل كثيرة في الأزهر، وفي إخوان وغير إخوان في الأزهر، لكن الوقت ده بالذات ما ينفعش بالضبط، لكن زي ما قلت لحضرتك الأزهر لابد أن الحفاظ عليه ككيان عالمي مؤثر له دور مهم جدا وخطير جدا، نعلم بعضه ولا نعلم الكثير عنه، نصلحه من الداخل لكن لا نهدمه.